لو تلاحظون هذا المرسى كيف مثبتينه على هاي قطعة الاسمنت، والمكان منخفض يعني ما في مي، فلاحظوا كيف مثبتينه. وهذه المماشي من خشب وتحتهن عوامات، وهذا الممشى من مشبك حديدي، يعني جدا بسيط. هذا نوع آخر من المراسي، هذا المرسى اللي تشاهدونه. فيا ريت هاي الأشياء لو تطبق على كورنيش البصرة. يعني أفكار جدا بسيطة ومو غالية. مرحبا، تحياتي وسلامي للجميع. في هذا الفيديو حبيت أن أقترح اقتراح لإنشاء مرسى على كورنيش البصرة الجديد. وبعد أن اكتمل مشروع كورنيش البصرة الجنوبي وكورنيش البصرة الشمالي، ونربط بالممشى الجسري الجميل، فأصبح هذا المكان هو الواجهة الأجمل لأجمل واجهة نهرية في العراق. هاي الواجهة الجميلة النهرية الأجمل تحتاج إلى بعض اللمسات لكي تكون أجمل، فحبيت أن أقترح هذا الاقتراح لإنشاء مرسى نهري على كورنيش البصرة. وبصراحة اللي خلاني أن أقترح هذا الاقتراح هو شاهدت يعني أغلب من مرة بأن صارت حوادث، وحتى امرأة سقطت داخل شط العرب. فياريت لو الحكومة المحلية بالبصرة والحكومات المحلية في بقية المدن العراقية اللي واقعة على الأنهر أن تنشئ مرسى مثل هذا المرسى. فكرة هذا المرسى هو فكرة جدا بسيطة، هو إنشاء مرسى متحرك مو ثابت. يعني أنا شفت صورة لمرسى موجود على كورنيش البصرة ثابت وبه خطورة كثيرة، يعني ما متخذين أي وسيلة من وسائل السلامة. فهذا المرسى هو لو تلاحظون هاي الكتلة الحديدية اللي يعني فليكسبل، متحركة مو ثابتة، تنزل مع نزول مستوى المياه وترتفع مع ارتفاع مستوى المياه، مجرد ما قطع حديدية وهذا خشب، يعني شغلات جدا بسيطة. وهذا المشبك الحديدي اللي يعتبر كممشى للزوارق، وتحتهن عوامات أو مثل الطوافة، فتنزل من يكون مستوى المياه للأسفل وترتفع مع ارتفاع منسوب المياه. فيا ريت لو الحكومة المحلية بالبصرة والحكومات المحلية ببقية المدن العراقية تنشئ مرسى تعطي جمالية أكثر الكورنيش البصرة، وبنفس الوقت نحافظ على ناسنا وأهلنا بالبصرة وبقية المدن العراقية. فلو تلاحظون هذا هو المرسى. هذا الفيديو أنا صورته الآن وهسه ثلوج كثيرة موجودة بالمكان، وعندي فيديو مصور العام الماضي وهاي البحيرة تكون مليانة مي وفيها الزوارق، فالصورة النهائية راح تكون بآخر الفيديو. فلو تلاحظون الفكرة هاي الفكرة، مجرد ما هذا يتشكل ببراغي وينزل من تكون منسوب المياه للأسفل ويرتفع مع ارتفاع منسوب المياه، وهاي العوامات أو الطوافات اللي تكون موجودة بالمرس. فحبيت أن أقترح هذا الاقتراح، علي وعسى أن يسمعونا الحكومة المحلية بالبصرة أو بقية الحكومات المحلية، على مود يعني كل واحد أتمنى من كل عراقي بأن يشاهد أي شيء وممكن تطبيقه بالمدن العراقية أن ينشره في فيديو ويستفادون من عنده، مو بالضرورة أن تكون الحكومة المحلية بالبصرة أن تطبق هذا المرسى بالضبط، لكن أهم شيء الفكرة، وأهم شيء ما يكون ثابت. لأن أنا شفت صورة أو فيديو الناشئين يعني مرسى ثابت وفتشي يعني ما بي أي شيء من السلامة. فياريت لو ياخذون هاي الفكرة
يطبقونها نفسها او يحوروها يطبقون فكره ثانيه، وهم مشكورين يعني سواء الحكومه المحليه بالبصره او الحكومات المحليه. صراحه اكثر من مره اقترحت اقتراح وجاي اشاهد في التجاوب من قبل الحكومه المحليه بالبصره ومن قبل الحكومات المحليه الاخرى، فهذا الشيء يشجعني على ان اقترح وانشر فيديوهات على مود نطور مدننا، وهذا يعني اقل شيء واجب علينا او اقل شيء نقدمه لبصرتنا والباقي المدن العراقيه. في فيديو سابق نشرت فيديو عن كيفيه تطوير الساحات اللي موجوده بالمدن وخاصه بالنرويج، ف صورت مكان لموقف الدراجات الهوائيه، وبصراحه صار تجاوب من قبل الحكومه المحليه بالبصره وشهادت بالانشاء مواقف للدراجات الهوائيه في كورنيش البصره الجنوبي، وهذا الشيء نشكرهم وخاصه على راسها السيد اسعد العيداني اللي يعني الظاهر يعني يستمعون، وفي ناس موجوده تشاهد الفيديوهات تشاهد المقترحات وتطبقها من أجل أن ننهض ببصرتنا الحبيبة وباقي المدن العراقية. فمشكورين لما واحد يقترح اقتراح ويطبقوه، يعني مو بالضرورة أن يكون بالضبط لكن الفكرة أهم شيء الفكرة. وبنفس الوقت بنفس الفيديو يعني كان عندي مقترح الشجيرات البسيطة اللي يبدون بزراعتها بأن ينشئون مشبك حديدي حول الشجرة ويحافظون عليها، يعني يدعموها بأعمدة على مود ما توقع وما ما تهزها الريح. فهذا الشيء شاهدته بصراحة على كورنيش الكوفة بالضبط نسخة طبق الأصل من الشيء اللي أنا نشرته، وتقريبا قبل 4 شهور والفيديو موجود وراح أخلي لكم بالفيديو بالشاشة وبالتعليقات إذا يعجبكم تشاهدون الفيديو ويعجبكم تشاهدون الاقتراح اللي اقترحته بكيفية تطوير الساحات. فهذا الشيء يشجعنا على أن نقترح اقتراحات ثانية والبلد يتطور، والسياحة لما تكون موجودة ومتطورة بالبصرة وبالعراق هذا راح يشجع الناس للسياحة بالبصرة وبالعراق، وبنفس الوقت راح الناس تستفاد، الناس اللي موجودة بالبصرة باقي المدن العراقية سائق التاكسي صاحب المطعم. فهذا الشيء اللي يشجعنا بأن نعمل فيديوهات، وإن شاء الله الحكومات المحلية تستمع الكلامنا. طبعا هنا بالنرويج تكثر هاي مرسى الزوارق يستخدمونها كثير خاصة اليوم الجو كثير حلو شمس الناس طالعة ويستخدمون الزوارق، لكن ممكن بعض الناس اللي يمتلكون هاي الزوارق مسافرين إلى مكان فما حد مستخدم هسه هاي الزوارق. هذا المكان بس بعد شوية نوصل يبيعون بي آيس كريم سندويشات للناس الجوعانة، ومثل ما تلاحظون هذا المكان مهتمين به مكان كثير حلو. يعني حتى الأماكن اللي يوضعون بها القمامة والأوساخ لو تلاحظون هاي سمارت ذكية مثل ما كاتبين هنا. يعني أني أقول للشخص المسؤول على تفريغ هاي الحاوية مجرد ما تنملي ترسل الرسالة إليه بأن الحاوية انملت تعال فرغها. فمهتمين بأدق التفاصيل. والله يا ريت يا ريت في البصرة مدن العراقية دول الخليج يعني نشوف هيك شغلات يعني على بساطتها. طبعا هاي بصراحة يعني ما موجودة بكل المدينة، لكن هذا المكان لأن يرتادوه كثير من التورست فيعني مهتمين بهاي الشغلات البسيطة، لأن هذا المكان ترسي به أقدم باخرة بالعالم
فالتورست اللي يجي طبعا تجي جروبات سياحية كثيرة لهذا المكان من آسيا، دائما والله أشوف من الصين، من أوروبا، من دول كثيرة يقصدون هذا المكان، يعني يعتبروا وجهة سياحية، يجون هنا. هذا بارك موجود هنا، أو الباص يجي يوقف هنا. وبعدين ياخذون الباخرة. هذا هو مرسى الزوارق والمارينا مال يوفيك. واي استفسار او تحبون تتعرفون على فد شيء ممكن تتواصلون وياي، ان شاء الله ما قصر. في اخوة سعوديين كثيرين والله تواصلوا وياي ويسألون عن النرويج، يسألون عن بعض التفاصيل. الحمد لله ان شاء الله يعني ما نكون قصرنا. هذا المكان هو مرسى للباخرة، اللي اقدم باخرة في العالم. وهذا المكان لأكل الايس كريم، وهاي الاسعار مال الايس كريم. هاي يعني مثل المطعم، وجلسة كثير حلوة هنا موجودة في المتلاحظون. طبعا هو ما كان صراحة هالشكل، وسعوه ما كانت هاي الجلسة موجودة هنا، فوسعوها وخلوها بهاي الحلاوة في المتلاحظون. وهاي منه طبعا منظر كثير حلو يطل على بعض الأماكن في مدينة يوفيك. هاي بدأت الناس تمشي بالزوارق. هذه هي بحيرة المياسة. طبعا الأخوة الخليجيين يجون من هذا الطريق ويذهبون بهذا الاتجاه إلى مدينة للهامر. فمدينة للهامر تقريبا صايرة بهذا الاتجاه، يعني هذا سيكون هذا الطريق ويذهبون إلى مدينة للهامر. فهاي من بعيد هذا المكان اللي تستقر به. هاي أقدم باخرة في الشتاء، وهذا كذلك مصر. اللي يجي يسوي بارك سيارته بذاك الموقف، او اذا حتى له سيارة احتيادية يقدر يوقفها باي موقف هنا وياخذ له جولة سياحية في المدينة. يعني هاي يسلك هذا الطريق الى مركز المدينة، يعني مو بعيد. والاشخاص اللي يجون وعنده حجز للباخرة أو يريد يحجز في مركز المدينة يقدر يجي بنفس هذا الطريق. سنوضح لكم بالضبط هذا المكان البارك. صورنا لكم، صورنا المارينا والكورنيشة والواجهة البحرية، وهذا طريقنا إلى مركز مدينة يوفيك. مدينة صغيرة تقريبا 30,000 نسمة، بس حلوة ومرتبة، وخاصة بالآونة الأخيرة اهتموا بها اهتمام غير طبيعي. بنفس الوقت اليوم قريت خبر بالجريدة النرويجية بأن هذا المكان اللي صورت لكم البارك مال السيارات الكهربانية راح يعملوه بارك كلش حلو
مثل البارك اللي مصوره يسمونه ميوس باركينج، مصوره في احد الفيديوهات اذا عجبكم. فراح يسوونه تقريبا مثل البارك اللي موجود ببرمونداه. فهذا هو المكان.